في احتفال أقيم في وزارة الخارجية الأمريكية للإعلان عن التقرير السنوي حول الاتجار بالبشر، تحدث وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن الدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في هذه التجارة. تستهدف شبكات الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم الضحايا وتجندهم عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب. يقوم الجناه بإجراء معاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة، يستخدمون التشفير لتعقيد اكتشاف أنشطتهم أو التأكد من البلدان التي يعملون فيها، وعلى نحو متزايد يجبر المتاجرون ضحاياهم على المشاركة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وخلال الاحتفال كرمت وزارة الخارجية الأمريكية 10 نشطاء من مختلف أنحاء العالم تعتبرهم أبطالاً في مجال محاربة الاتجار بالبشر، ومن بينهم العميد العراقي مصطفى الياسري. لكن هاي فرحه كبيره من يعني تفاجأت من اني اللي كنت مرشح لنيل هاي الجائزه. الحمد لله وشكرا، هاي راح يصير دافع لي وفريق العمل والعاملين على مكافحه الاتجار بالبشر يبذلون جهد اكثر ان شاء الله. مثل ما قلت لك، احنا بدنا نعمل على استراتيجيه وطنيه، استراتيجيه بدات من عام 2023 وان شاء الله ما تنتهي لحد 2026، ومثل ما وجه السيد القائد العام والسيد وزير الداخلية بالقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر إن شاء الله والوصول إلى المرتبة الأولى إن شاء الله. ويأتي هذا التقرير في إطار الجهود العالمية لمحاربة التجارة بالبشر التي تستغل التطورات التكنولوجية لزيادة غنائمها. ميشيل غندور، الحرة، وزارة الخارجية الأمريكية، واشنطن.